سر لنا نور فاجر. ما كان افترض تروحي بنفسك الوادي. بتعرف ان اللي سويتيه هذا شيء غلط؟ لا، الصح انه نخلي زينب في الوادي وحدها، ولا الصح انه ننساها بالمره. احمد، احنا جينا خمسه ونريد نرجع خمسه. ما دام انك عارفه ان زينب ضايعه، ليش جالسه تتهمي حنان؟ حنان هي اللي مدبره هالموضوع، هي اللي اتفقت مع احد وخلتها هناك في الوادي، وبعدين خبرتها الشخص يروح ياخذها من هناك. يمكن هذا الشخص نبيلة. قولي كلام يدخل العقل. انت الحين ما مركزه ولا قادره تركزي باي شيء، فارجوك لا تتصرفي اي تصرف بدون ما تخبريني. انزين قول حال اختك، وين ودت البنت؟ بعدها في الوادي ولا ودتها مكان ثاني؟ اذا في الوادي يمكن ما نحصلها. روح سالها، روح. بس نبيلة، بس يكفي، بس ارجوك، بس. زين خلينا نروح ندور عليها مره ثانيه، يمكن حصلها. ان شاء الله ان شاء الله نبيل، ان شاء الله ما يهمك. خلينا بروح اشوف عيسى انا عشان نروح ندور على البنت. ايوه خلينا نروح ندور عليها. ما يصير كذا جالسين احمد، ما يصير. بس انا لازم ندور عليها. اخطفينا. ايش فيك احمد؟ وش في بيتك؟ اذا كان على اطمئنان فامر عليه بعدين. المهم بكرة أنا ومنيرة جايين الجبل الأخضر. ما أجي؟ ليش؟ أحمد وش فيك؟ ليش البيت شاغلك بالك؟ يا أخي البيت ما بيطير. الحين اهتموا بزينب ودوروا عليها. وبكرة أنا ومنيرة لما نجي الجبل بندور معاكم. بعدك مصر اني ما اجي الجبل الاخضر؟ حاضر يا احمد، حاضر. تأمر بشيء ثاني؟ مع السلامة. خير محمد، ايش صاير؟ اخوي احمد كلمة بموضوع يرد ويكلمنا عن بيته. روح شوف البيت وتأكد من البيت. وإيش في بيته؟ بيته في مكانه ما بيطير. لكن الحين زينب المسكينة، لازم الواحد يفكر ويهتم فيها. محمد، إيش تفكر؟ كلامك أحمد ما مطمن أبدا. Thank you.
يا ترى ايش اللي جالس يصير؟ غضب وضيق حنان من نبيلة ما له الا تفسير واحد، بس هذا حتى انا ما اقدر اقوله لنفسي. احسن شيء اني اعرف الحقيقة من حنان نفسها بعد ما تهدى. ايوه يا شيخان، انت بنفسك جاي؟ لا لا، انا برجع معاك الشركة، تو جاي لك. اليوم لازم اعرف منك كل شيء يا حنان. انا بروح الشركة، بغيت شيء؟ لا تنسى تخلص موضوع الميراث. ما في داعي كل شوية تذكرني بهذا الموضوع. أحسن شيء روح دور على بنتك، وأنا بعد شوية أجي أدور عليها معاكم. ليش ما خليت حد من سواق الشركة يجيب السيارة؟ لأن كل السواقين راح المسقط علشان يجيبوا شحنة السيراميك اللي واصلة من الصين. صحيح، نسيت، يلا توكلنا على الله. يلا. أنا ما شفتك، ما شفتك وأنت داخلة أساساً بالسيارة. كان المفروض أنك تفتح عينك زين. أستاذ عيسى، ما كان في داعي تمد يدك علي. إلا مد يديني وكسر راسك بعد، طالما أنك تشتغل تحت مرتي. أنا آسف يا أستاذ عيسى، بس أنا كنت متأكد أنه ما في سيارة وراي. على العموم لا تضايقوا بنفسكم، أنا مستعد أصلح السيارتين وعلى حسابي بعد. إيش بتصلح وبتم أنا من دون سيارة؟ وبعدين أنا عندي مشاوير يومية وما عندي غير هذه السيارة. ليش أنت وين تريدي تروحي بالسيارة كل يوم؟ ما يخصك. لا أنا أقصد إذا كنت تريدي تروحي ومحتاجة سيارة، كان كل سياراتي وسيارات الشركة تحت أمر. ما أريد منك شيء ولا من شركتك. ولا يهمك يا أختي، ولا يهمك، أنا مستعد أصلح لك سيارتك وفي الوكالة إذا تريدي بعد. أمل، إذا كنت محتاجة فلوس ترى الفلوس موجودة في درج المكتب، تقدري تأخذي من هنا. شفتي؟ شفتي زوجة أخوك المحترمة إيش سوت؟ دبرت خطة ونجحت فيها وراحت تقابل زوجي برا على البيت. ايش؟ انا ما رايحه اسكت عن هذا الموضوع، لازم اواجه عيسى ولازم ابلغ احمد بكل اللي زوجته سوته. انا ما ارضى ان اخوي يكون مغفل وساهي مع واحده مثل نبيله. يا ليتني
يا ليتني خبرته من ساعة، يا ليتني. بهدوء بهدوء يا حنان. جاية بغرفتي وتقولي لي بهدوء؟ لا، جاية أسألك، ليش نبيلة مصرة تتهمك بأنك أنت اللي خطفتي بنتها؟ إيش قصدك؟ أنت أهدي عشان أعرف أخبرك باللي عارفه. أنا ما عاد فيني صبر ولا أقدر أهدى يا أمل. قولي إيش عندك بسرعة. الفلوس اللي أعطاني إياهن عيسى ما هي فلوس الميراث، وأساساً أنا ما طالبة من عيسى أي فلوس. إذا فلوس إيش؟ سألي زوجك وهو يخبرك. أنت خبريني عن ذيك الفلوس يا أمل، خبريني أرجوش. قلت لك اسألي زوجك، أنا ما أعرف شيء. يا أمل إيش اللي جالس يصير بينك وبين عيسى؟ أنا أختك، لا تخبي علي. من ناحيتي اطمني، ما في شيء بيني وبين عيسى، ما في شيء بيني وبين عيسى. أفهم من كلامك إنه من ناحية عيسى في شيء؟ فهميني يا أمل. أنا ما أعرف، ما أعرف، ما أعرف. ما كان لداعي تمد يدك علي ابدا يا استاذ عيسى، لولا الحاجه كنت ما بقيت في شركتك هذه دقيقه واحده. بس انا الحين كيف ادبر مبلغ تصليح السيارتين؟ الاخت اللي صدمت سيارتها انا وعدتها اني اصلح سيارتها في الوكاله، وكنت افتكر ان الاستاذ عيسى بيساعدني، بس للاسف الشديد طلع. خليها على الله، أنا ما أريد أتراجع عن كلمتي. السيارة بصلحها في الوكالة، والحين أشوف الأستاذ عيسى علشان يعطيني رواتب المتأخرة. أعطيني فرصة يومين يا شيخ هارم وأنت تستلم راتبك وفوق مكافأة بعد. أرجو أنك تقدر الظرف اللي أنا فيه يا أستاذ عيسى. أي ظرف؟ ظرف الحادث اللي عملته اليوم، ولا تريدني أنا أتراجع عن كلامي؟ وإيش فيها يعني إذا تراجعت عن كلامك؟ أبدا يا أستاذ عيسى، ما شيخ هارم اللي يتراجع عن كلامه. أحسنت، أحسنت يا شيخ هارم، يعني أنت تريد تستلم راتبك علشان تصلح سيارة أمل. وهذا أول شيء بسويه. خلاص، تعال آخر الدوام وانت تستلم راتبك. مشكور يا أستاذ عيسى، تأمر بشيء ثاني؟ مشكور. أه.
ابد ما اقدر استريح. قوم خلينا نكمل، يمكن نحصلها. قوم امشي امشي. هذه طبيعتك انت يا احمد، يعني ما ترد على اتصالات الناس؟ طيب بسيطه يا احمد بسيطه. أيوة محمد، الحين طالع من بيتك والأبواب مقفولة والنوافذ سليمة وكل شيء عادي. أنا ما عارف ليش أنت قلق. لا بس حبيت أطمن. طمني يا أحمد، في أخبار عن زينب؟ لا ولد حلال ماشي أخبار، هذا إحنا جالسين ندور عليها، دعواتكم بس. الله يحفظها ويطمنك عليها. آمين إن شاء الله. آمين. على العموم وانت جاي الجبل الاخضر بكره لا تسرع، ها؟ مشي على مهلك. لا تخاف يا احمد، لا تخاف. مع يا ترى ليش تريد ترشيني يا عيسى؟ معقولة تساومني على بنت أخوي؟ لا، ما أصدق إنه عيسى يفكر بهذه الطريقة. إذا مقابل ليش يريد يعطيني كل ذيك الفلوس؟ والكلام اللي سمعته من عيسى هو يتكلم في النقال ويقول خليها أمانة عندك وانت تحافظ على الأمانة زين؟ أكيد إنه كان يتكلم عن زينب، بس كان يتكلم مع من؟ ومن ممكن اللي يساعد عيسى على موضوع مثل هذا؟ من؟ العم ناصر. أيوة أكيد، هو الوحيد اللي ممكن يتعامل مع عيسى بهالشكل. بس أنا لازم أتأكد، ما أريد أسوي مشاكل بين عيسى وحنان. بس عيسى لازم يرجع زينب، لازم يرجعها. Thank you.
خميس. نعم عمي، كيف الأمور؟ مرة الأمور كلها زينة. وديت الماي والأكل؟ كل شيء متاعي. آه ما وصلك عاد، خلي بالك زين زين. الحين يلا رجع مكانك. إن شاء الله عمي. لا تتحرك. إن شاء الله. يلا سير. أنا خبرت أختي حنان بكل شيء، وما بقى غير أنك ترجع زينب. إيش؟ خلي عنك هذه التمثيلية يا عيسى، خلاص كل شيء صار واضح. لا تجبرني أني أخبر أخوي أحمد، هو اللي أبلغ عنك. أنت إيش تقولي؟ أقول لك رجع زينب من وين ما اختطفتها. أنت أكيد قلنيتي أنا أختطف أطفال؟ أنا؟ أيوة زينب عندك، رجعها أحسن لك، والرشوة اللي كنت تريد ترشيني إياها وفرها لنفسك، وبنت أخوي لازم ترجع يا عيسى. أنت أكيد قنيتي أنا أختطف أطفال؟ أنا؟ عندك ساعة واحدة بس، يا ترجع زينب يا أبلغ أخوي أحمد وأبلغ الشرطة. كان بإمكاني أسوي هذا الشيء أول ما سمعتك تتكلم فيها عن زينب، لكن قلت أكلمك بالزين. إذا كان الزين ما يفيد فالشين يفيد يا عيسى. ما أسمح لك تهدديني، فاهمة؟ وأنا لما هدد أنفذ تهديدي. شغل لك بالك؟ خايف وما مطمن. ليش؟ خير ان شاء الله، في شيء صاير؟ خوفي وقلقي على زينب كل شوي يزيد. بصراحه وانا بعد خايف كثير عليها. ربي يحفظك يا زينب. واللي بدا يقلقني اكثر الحق احمد بسؤال عن بيته، وأحياناً أحس إن روحي تحمل الجبل الأخضر ما طبيعي، كأنه في شيء. يا محمد ليش تعطي الموضوع بعد آخر؟ هذا مجرد إحساس يا منيرة، وأخوي أحمد هو اللي عمق هذا الإحساس الداخلي. أنا متأكد بعد شوي بيرد ويتصل وبيسألني عن بيته، وكأنه بيته في شيء أو يتوقع يصير له شيء. سمعت يا أختك المحترمة إيش تقول عني؟ تتهمني أنا بخطف زينب؟ لا، وزوجة أخوش تتهمك أنت، يعني أنا وأنت صرنا عصابة تختطف الأطفال. والله إذا ما شالت هذه الفكرة من رأسها بتشوف شيء ما شافته. يعني إيش بتسوي؟ بتختطفني أنا بعد ولا بتقتلني يا عيسى؟ أمل
عيسى. هلا أحمد. بغيتك موضوع شوية. زين تعال بنتقهوى وبعدين نتكلم. لا الموضوع ما يحتمل تأجيل أبدا. خير؟ في أخبار عن زينة؟ خلا تعال تعال خلا نروح نتكلم في المكتب أحسن شوية. أحمد إيش اللي صاير؟ تكلم يا أحمد. ليكون صار شيء لزينب، أو أن تكون هذه المجنونة قالت له أن أنا اللي خطفت بنته تسويها.